في هذا الفيديو راح نشوف التطبيق الخامس والسادس. هنا عندي تست 5 و 6. اول شيء ناخذ التست 5 نحطه في اللوكال سيرفر. نجي نفتح عندي فولدر واحد اللي هو process.php. هنا عندي راح نتعلم عن الفايل هاندلنج، كيف اقدر اتعامل مع الملفات باستخدام ال PHP. يعني باختصار ناخذ القيم، نفترض مثلا ان عندي قيمة حساس ارسل لي المايكرو كنترولر، اخذه عن طريق الصفحة واخزن عندي في الفايل في الملفات. مثلا اقدر اراقب درجة الحرارة في كل لحظة، يرسل لي المايكرو كنترولر اخزن عندي فولدر. هذا الكلام اللي راح نتكلم عنه ان شاء الله. عندي اول شيء في process.php عندي رسالة ترحيب، بعدين عندي متحول اللي هو my file، عندي دولار سان my file يساوي f open. هذا راح يفتح لي الملف، يعني باختصار راح ينشئ لي ملف. اذا كان مو موجود راح ينشأ، اذا كان موجود راح يفتح نفس الفايل اللي already موجود. هنا عندي البارامتر w، w يساوي write يعني كتابة. عندي w writing اوكي for write، وعندي ال r reading او read، وعندي ال a append. يعني اما اني افتح يعني اكتب في الملف، او اني اقرا من الملف، او اني اسوي append يعني اني اسوي تكمل للنص already موجود. نيجي نشوف هذا الكلام في الموقع. PHP file handling راح او الرابط اللي هو w3school.com. هنا عندي نقدر نشوف التعليمات اللي موجودة هنا. هنا write create file، هذه التعليمة زي ما شفنا. عندي متحول my file، وش يسوي؟ file open، بعدين نختار الاسم، بعدين فاصلة رايت أو W، يبقى نكتب الفايل. هنا نقدر نشوف الكود للريدنج. نفس الشيء نغير هذا البارامتر نحطه R. فهنا عندي هذا راح يفيدني الموقع في اني اشوف كيف اقدر استخدم الفايل هاندلنج باستخدام البي اتش بي. هنا ار يقول لي open file، open a file for read only، read اللي هو الار، والدبليو open file for write only، اي open file for write only. هذا راح يسمح لي اسوي append الفايل. هنا يقول لي نفس البيانات الموجودة في الفايل راح تكون، بس أسوي append يعني أضيف عليها. هنا بقية البارامترات نقدر نشوفها ونسوي عليها تطبيقات، نسوي run ونجرب. فهنا عندي راح أنشئ فايل في نفس الفولدر اللي موجود فيه process.php اللي هو test file.txt، هذا الصيغة. بعدين هنا عندي رايت يعني بكتب فيه، بعدين فايل داتا، وش راح اكتب في الفايل؟ احطه هنا this is the data inside file، inside the file يعني هذه البيانات اللي راح تكون داخل النص. نقدر نكتب اي شيء نبي. هنا نفترض ان مثلا قيمة حساس، مثلا نحط قيمة حساس مثلا
temperature value مثلا يساوي 33 سي سلسيوس مثلا. بعدين عندي اف رايت، فكذا انا انشأت الملف وعندي البيانات اللي راح اخزنها في الملف. باقي عندي اسوي امر الاف رايت يعني اكتب على الملف. فعندي لازم ارسل بارامترين اللي هي الفايل والبيانات اللي برسلها. طبعا الفايل اوريدي سويناه هنا عن طريق هذا المتحول يساوي اف اوبن اسم الفايل والبارامتر رايت. بعدين هنا عندي الاف رايت، هنا الملف اللي انشأناه، وهنا القيمة اللي قلنا بتكون قيمة الحساس. فايل داتا يساوي temperature value، هنا فايل داتا. بعدين هنا عندي راح افتح الملف ثاني مرة. قلنا هذه التعليمة اذا ما كان موجود الملف راح تنشأ. اوريدي انا موجود عندي اللي هو test file test file dot text. بالمرة راح افتح عليه عشان اسوي append يعني اضيف له قيمة. وش ابغى اضيف؟ عندي الفايل داتا راح اغير قيمته الى، احط اول شيء سلاش ان سطر جديد append some text. نقدر نحط مثلا هنا append مثلا gas sensor value مثلا. راح يضيف لي قيمة حساس الغاز مثلا، او نقدر نكتب اي شيء. بعدين اف رايت الفايل، وبعدين البيانات الجديدة اللي سويت لها append. بعدين اف كلوز راح اقفل الملف. فنيجي نشوف هذا الكلام. الفولدر عندي في التست 5، نحط الاي بي حق اللوكال سيرفر تست 5. بعدين عندي process.php .php. يعني وش يقول لي؟ undefined index name test 4. طبعا احنا عندنا test 5 ما حطينا test 5 ايه. الفولدر موجود عندي في test 5 welcome to php test page. فلو نجي نشوف عندي، نرجع الفولدر اللي فيه المشروع في اللوكال سيرفر، فعلا عندي هنا test file. تست فايل وش البيانات الموجودة فيها؟ temperature value يساوي 33، وهنا الأبند اللي سويناه gas sensor value ما حطينا قيمة. نجي نمسح الملف، نكتب من جديد، نجي هنا نمسح التست فايل gas sensor value يساوي مثلا 66 مثلا. control s save. ترجع تشوف عندي تيست فايل، ونيجي نفتحه temperature value يساوي 33 والgas sensor value يساوي 66. فهذا عندي التطبيق الخامس. نيجي نشوف التطبيق اللي بعده. نجي ناخذ التست 6 نحطه في اللوكال سيرفر. عندي ايضا ملف واحد بالنسبة للتطبيق السادس. راح اقدر اني احط القيمة بعدين عن طريق لو تلاحظون اول في التطبيق اللي قبله يعني البيانات كانت موجودة عندي في الكود نفسه، فصعب ان كل مرة افتح الكود اقعد اكتب القيم. فاقدر اني مثلا
احط البيانات عندي في الصفحة هنا في اللينك. هنا اقدر اكتب البيانات اللي ابيها، مثلا قيمة الحساس، مثلا سنسر 1 مثلا يساوي 66، وارسلها للفايل عندي. لان اذا مثلا المايكرو كنترول ارسل لي بيانات راح يرسلها، راح يجيني هنا عن طريق الجيت، مثلا عن طريق الجيت راح يجيني هنا، ومن ثم اقدر ان اخزنها في الفايل. فنسوي هنا كومنت، اول شيء نشرح التعليم اللي فوق، بعدين راح نرجع لي. وايضا هذه نستغنى عنها حاليا. فما عندي الا هذه الاوامر، نفترض ان ما عندي الا هذه، وهذه نفتح طبعا لا ننسى. كنترول اس حفظ، نفترض ان ما عندي الا هذولي، وتحت ما عندي الا هذه التعليمه. فنيجي نشوف، اول شيء فوق عندي رساله ترحيب، وعندي نيو لاين، بعدين عندي تي سنسر عن طريق الجيت راح تخزن لي temperature sensor. نقدر نفترض انه مثلا temperature sensor عن طريق الجيت. طبعا عندي في اللينك لازم نكتب التي، حرف التي، مثلا تي يساوي اي قيمة. وهنا ال H sensor اللي هو humidity sensor عن طريق الجيت اعطيته اسم H، فالمايكرو كنترول لابد انه يرسل ال H يساوي عشان اقدر اخزن قيمة ال humidity. بعدين عندي في النهاية وش راح يسوي هنا، عندي فايل داتا راح اخزن البيانات اللي تم استقبالها. عندي هنا طبعا في نيو لاين، بعدين عندي تكست ثاني اللي هو temperature sensor وش يساوي دولار تي سنسر اللي قلنا راح يخزن لي عن طريق الجيت قيمة درجة الحرارة. بعدين هنا عندي راح اضيف سي، يعني نفترض مثلا سلسيوس، قيمة الحرارة في سلسيوس. بعدين عندي ايضا تكست، راح اضيف تكست نيو لاين هوميديتي سنسر يساوي بعدين اتش سنسر اللي هو قلنا راح يخزن لي قيمة حساس الرطوبة عن طريق الجيت ريكوست. بعدين في النهاية نفس التعليمات اللي شفناها في التطبيق اللي قبله، عندي ماي فايل اف اوبن راح ينشئ لي ملف اسمه مايكرو سنسر دوت تكست. بعدين هنا ابند راح نضيف قيمه للفايل، ما راح يكون في شيء اول ما نفتحه، راح يحط هذه القيمه اللي حطيناها، ومن ثم راح يكمل في كل مره نرسل. بعدين عندي اف رايت ماي فايل اللي هو هنا الملف اللي انشأناه، راح يحط لي فيه الداتا، راح يكتب لي فيه الداتا، وبعدين راح يسكر الملف عن طريق تعليم اف كلوز ماي فايل. فنجي نسوي كنترول اس سيف ونجرب هذا الكلام. نروح للمتصفح، نحط اللوكال اي بي ادرس، قلنا بيكون في تيست 6. test6 بعدين process.php، بعدين عشان نستخدم الجيت نحط علامة استفهام. بعدين قلنا عندي إذا حطيت ال T يساوي راح يتم استقبال درجة الحرارة، وال H يساوي اللي هي قيمة حساس الرطوبة. فعندي هنا تي يساوي مثلا 100، وبعدين اند لان عندي قيمة ثانية نحط اند اتش يساوي 77، بعدين انتر. Welcome to PHP test page.
فكده لو اروح لل عندي هنا لوكال سيرفر، عندي هنا فعلا مايكرو سنسر، هذا اسم الملف. لو اجي افتحه عندي temperature sensor يساوي 100 سي، و humidity sensor يساوي 77. اجي اغير القيم عندي، للمرة بخلي ال temperature يساوي 50 and h يساوي 90. عندي هنا اضاف لي temperature sensor يساوي 50 وال humidity sensor value يساوي 90. لو تلاحظون هنا عندي دائما نستخدم هذه التعليمة اللي هي الدولار ساين، بعدين نحط اسم المتغير اللي بنخزن فيه عن طريق الجت القيمة اللي هي h، قيمة ال h وش تساوي او t. فنحن نقدر اذا كان عندي مثلا ما ابي اكتب يعني كل مرة، مثلا نفترض ان عندي اكثر من بيانات ابي استقبلها عن طريق الجت مثلا، نفترض هذا الكلام، يعني صعب ان اجي اكتب مثلا كل شيء. فعندي تعليمة عن طريق ال PHP اقدر اني عن طريق اللوب اقدر يعني اني اجيب كل القيم واشيك عليها. فنجي نلغي هذا الكود، نجي نشوف هذه التعليمة عندي for each، طبعا هذا راح استخدم اللوب request for each request، بعدين راح ياخذ لي الكي اللي في نحن في مثالنا التي اللي هي التي والاتش، هذا الكي والفاليو اللي بعد اللي يساوي، يعني مثلا قلنا درجة الحرارة كذا تي يساوي مثلا 60، هذا عندي الكي وهذا عندي الفاليو حقه اللي هو بعد اللي يساوي. فهذا فور ايتش ريكوست لاي طلب وش راح يساوي، راح ياخذ لي الكي والفاليو حقه. فهنا عندي في اللوب وش راح اسوي، راح يكون عندي اف ستيتمنت راح اشوف الكي، اذا كان الكي يساوي تي اللي هو عندنا تي مثلا تمبرتشر، وش راح يساوي، راح يكون عندي الدولار تي سنسر يساوي الفاليو، خذ لي الفاليو اللي هو الفاليو موجودين عندي، قلنا هذه التعليمة راح تجيب لي الكي والفاليو. والحالة الثانية إذا كان الكي يساوي الاتش، هنا يتم إعلان عن المتغير اتش سنسر يساوي الفاليو. فهذا عندي باستخدام اللوب، راح تفيدنا كثير إذا راح نستخدم إن شاء الله تطبيقات متقدمة بعدين، راح تفيدنا كثير. انا راح يكون عندي اكثر من يعني من اكثر من قيم راح ارسلها عن طريق الجت او عن طريق البوست، راح تنفعني. بعدين نلغي هذا الكود، نشوف التعليم الثاني اللي تحت. طبعا هذه التعليمة تساوي نفس اللي موجود هنا ولكن عن طريق اللوب، وأيضا هذه التعليمة نفس اللي موجودة تحت ولكن تختلف. لو تلاحظون هنا إيش سويت، سويت F right بعدين F close. هنا طبعا لا ننسى أول شيء فتحت الملف my file، إيش يساوي يعني ننشأ الملف بعدين نسوي الأبند. هنا عندي تعليمة واحدة أقدر أسوي هذا الكلام كله في تعليمة واحدة. هنا عندي أسوي متغير my file وش يساوي file put content، بعدين عندي أول بارامتر اسم الملف، والبارامتر الثاني البيانات اللي بحطها، بعدين file append يعني أبغى أضيف للنص، بعدين في النهاية إذا هذه الدالة يعني إذا أرسلت هذه القيم يعني اسم الملف والبيانات وفايل ابند، اذا تم انشاء الملف وتم يعني ادخال الاوامر اللي حطيتها هنا بشكل صحيح راح تسوي لي الداله ريتورن، اذا كان فولس يعني رجعت لي ايرور
اذا كان رجعت لي فولس طبعا بيكون ايرور، فانا وش اسوي؟ اعرض رساله تحذير او تنبيه echo error appending to file else، يعني انه اذا رجعت لي true راح يكون يعني عندي تم ادخال بيانات بالشكل الصحيح. فلو نجي نشوف هذا الكلام في في الموقع عندي، نشوف الشرح. هنا عندي ادخل w3school.com، يقول لي هنا the file put contents write string to a file. هنا عندي هذه الخطوات اللي يسويها الفايل. لو تلاحظون في النهاية وش يقول لي close the file and release any logs، يعني ما يحتاج اني اسوي close. لو تلاحظين اني سويت close file هنا ما يحتاج. هذه التعليمة وش راح اسوي؟ راح تنشئ لي ملف وراح تحط البيانات، طبعا راح نضيف البيانات، هذه البيانات راح تضاف في التكست، وفي النهاية ما يحتاج اني اسوي close، خلاص انتهينا. حتى لو ما اجي اشيك هنا ما يحتاج، ولكن انا يعني عشان بس اتأكد سويت هذا الشيء. فهنا عندي هذه البارامترات، عندي اول شيء الفايل، هنا الفايل نيم، وهنا الداتا بارامتر الثاني، وهنا المود. وش ابي اسوي؟ احنا حطينا الابند، فايل ابند يعني بضيف قيم. وهنا عندي اخر شيء بارامتر اوبشنال، يعني مو بلازم احطه، ولكن هذه التعليمات اساسيه، هذه الثلاث تعليمات لابد اني احطها. فنيجي نشوف هذا الكلام، نسوي كنترول سيف، نجي نقفل الملف ونحذفه عشان يتم انشاء من جديد. هذا الفولدر نجي نروح لوكال سيرفر، بعدين تيست 6، نجي نحط تمبرتر يساوي 88 and h يساوي 99. هنا عندي لو تلاحظون data appended to file successfully، تم إضافة البيانات بشكل صحيح. هنا عندي ملف، هذا القيم اللي حطيناه عن طريق الجيت. فهذا عندي التطبيق السادس.